مركز مناور سعيد بن ناصر بن حمد القابري قطع المسافه زمن وقدره 6:08 من الثاني. مشكور يا ابو محمد على هذا الانطلاق، تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركه الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات، تتواصل الانطلاقات، انطلاقة الشوط التاسع الخاص بفتح الابكار، اللقاية المحليات الاصايل من مسافة 4 كيلومترات. الحاضر معنا هنا في ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الاصيلة لنتابع هذه الشعارات وهذه الاسماء التي تزين ارضية هذا الميدان. البداية مع انتباه محمد بن صالح بن سعدون المنصوري، من يقدم لنا انتباه على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. المركز الثاني زاهية لسيد سيف بن أحمد بن خزع العامري، من يقدم لنا انطلاقة زاهية، من تحضر على مستوى المركز الثاني. بينما المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام حايل للسيد عمران بن سلطان بن تريم الاكتبي، من يتقدم الآن على مستوى المركز الثالث. والمركز الرابع الوثبة لسعادة سالم بن راشد بن محمد النيادي، من يقدم لنا الوثبة. والمركز الخامس تحضر الشهامة لسيد أحمد بن سعيد بن بخيت الراشدي، من يتقدم الآن على المركز الخامس. وسادس التحديات صبا سيف بن فالح بن راشد الشامسي، من يقدم لنا انطلاقته صبا. وأيضا هنالك نتابع الصمود لسيد عوض بن مبارك بن سعيد المهيري، يتقدم الخبير هنا مع انطلاقة الصمود في هذه اللحظات. وأيضا نتابع بدورنا مشاهدينا متابعينا الكرام هنالك المركز الثامن، من تحضر نسيم ساري بن معيوب بن محمد المنصوري. والمركز التاسع تعويض أحمد بن محمد بن دغاش بن محمد العامري، من يقدم لنا تعويض. والمركز العاشر نختم بها النداء هي هملولة سلطان بن عيسى بن فنوشة المنصوري، من يقدم لنا هملولة الحاضرة على مستوى المركز العاشر. هكذا هي النتيجة للعشرة المراكز الأولى في ندائنا الأول لهذه الأسماء ولهذه الشعارات. العودة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول، إلى التحديات الأولى مع انطلاقة حايل على المركز الأول للسيد عمران بن سلطان بن تريم الاكتبي، من يقدم لنا حايل، من تتواجد هنا على قمة التحديات وقمة الانطلاقات الأولى باحثة عن الناموس وعن الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني الوثبة قادمة لسعادة سالم بن راشد بن محمد النيادي، من يقدم لنا الوثبة، من تحضر على مستوى المركز الثاني وثالث. التحديات هي انتباه محمد بن صالح بن سعدون المنصوري، من يقدم لنا انتباه. بينما المركز الرابع صبا لسيد سيف بن فالح بن راشد الشامسي، من يقدم لنا صبا. والمركز الخامس زاهية سيف بن أحمد بن الخزع العامري، من يقدم لنا زاهية القادمة والمنطلقة على المركز الخامس. وسادس التحديات تعويض أحمد بن محمد بن دغاش بن محمد العامري، من يقدم لنا تعويض. وهنالك هملولة سلطان بن عيسى بن فنوشة المنصوري، من يقدم لنا هملولة. وحضرت شواهين، أول نداء لانطلاقة شواهين راشد بن حمد بن سيف بالأصل الشام هو القادم مع انطلاقة شواهين. أيضا ريمة سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد، من يقدم لنا ريمة. ولكن العودة للمقدمة، العودة إلى الصدارة، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، كيلو التحديات والانطلاقات المميزة. وهنالك حايل لا زالت هي المسيطرة، هي المنطلقة على المركز الأول. عمران بن سلطان بن تريم الاكتبي، من يقدم لنا حايل 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 على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني القدوم مع الوثبة
لسعادة سالم بن راشد بن محمد النيادي قادما. وهنالك أيضا بسم الله ما شاء الله على انطلاقة هملولة، هملولة سيد سلطان بن عيسى بوفنوشه المنصوري، من يقدم لنا هملولة؟ ولكن حايل، حايل على المركز الأول بوفنوشه قادم مع هذه الانطلاقة المميزة والمثيرة. هملولة هي الحاضرة، جولة التحديات، جولة الأوامر، الـ400 متر الأخيرة والخطيرة، بوفنوشه ينطلق، سلطان بن عيسى بوفنوشه المنصوري، من يقدم لنا هملولة؟ بسم الله ما شاء الله على هذه الانطلاقة الكبيرة والمثيرة، هملولة سلطان بن عيسى بوفنوشه المنصوري، من يقدم لنا هملولة؟ هملولة الانتصارات، هملولة مع الفوز والانتصار، تهانينا والناموس لحظات انطلاقها ولحظات فوزها بالمركز الأول، هملولة لسيد سلطان بن عيسى بوفنوشه المنصوري، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت هنالك الوثبة لسعادة سالم بن راشد بن محمد النيادي، والمركز الثالث تعويض أحمد بن محمد بن دغاش بن محمد العامري، والمركز الرابع وصلت ريما سعيد بن محمد بن مروشد، وخامس التحديات كان الوصول مع حايل عمران بن سلطان بن تريم الكتبي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام شعار بوفنوشه سلطان بن عيسى بوفنوشه المنصوري، من قدم لنا هملوله مع الفوز والانتصار، لحظات الاعاده، لحظات التوقيت الزمني والفوز والانتصار. مشاهدينا متابعينا الكرام 6 دقائق 14 ثانية، 7 أجزاء من الثاني، تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني وصلت الوثبة لسعادة سالم بن راشد بن محمد النيادي بتوقيت زمني 6 دقائق 16 ثانية، 9 أجزاء من الثاني، تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث كان الوصول مع انطلاقة تعويض أحمد بن محمد بن دغاش العامري بتوقيت 6 دقائق 18 ثانية وجزئين من الثانية، تهانينا والناموس. هكذا شوطنا متواصلة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، شاهدنا شوطنا الماضي الذي أيضا ذهب، شوطنا التاسع مع أيضا المحلل القدير سلطان بن